مشاهدينا متابعينا الاعزاء في هذه اللحظات مع الاستاذ يزيد النفيعي احد المتواجدين من كلية نياجرا الكندية التي قدمت نفسها بشكل كبير من خلال اكثر من بطولة، لكن في هذه البطولة كانت هي صاحبة السبق في تقديم الدعم لبطولة الحاتم. استاذ يزيد، اليوم البطولة تختتم، كنتم مع المنظمين طيلة شهر ونصف كامل من العمل، من العطاء، من الاجتهاد، حتى وصلتوا لهذه المرحلة اللي هي يوم الختام. ايش حاب تقول للجنة العاملة في هذه البطولة؟ والله نحن من خلال كلية نياجرا الكندية بمكة نحب أن نشكر اللجنة المنظمة على تنسيقها وتنظيمها للدورة. حقيقة لمسنا التنسيق العالي والترتيب العالي في الدورة خلال طيلة شهر تقريبا، ورأينا أنه حتى ليس لفئة معينة من العمر، لكن كانت للفئات السنية كاملة من خلال تنسيقهم وترتيبهم للمباريات تغطيتهم الإعلامية. فحقيقة حاجة يعني تثلج الصدر من خلال ما شاهدنا هنا في الدورة. بعض المشاهدين وبعض المتابعين وبعض من كانوا في هذه الدورة لا يعرفوا بعض مميزات كلية نياجرا الكندية، أعطينا بعض مميزات كلية نياجرا. والله كلية نياجرا الكندية إحدى كليات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني رأت أن هنالك في حاجة ماسة في أكثر التخصصات المهنية والتقنية داخل المملكة التي يحتاجها يعني سوق العمل، فاستقطبت هذه الكليات العالمية من بينها كليات أمريكية وكليات كندية، من بينها هذه كلية نياجرا. نحن تقريبا متواجدين في مكة لنا 8 شهور والحرم الجامعي موجود في مخطط العكاشية مواجهة مخططات ولي العهد. التخصصات المتوفرة التي لدينا إدارة الأعمال والسياحة والفندقة وتقنية المعلومات، وهذه كلها تصب في سوق العمل السعودي اللي له احتياج كثير في هذه التخصصات. نشكر لك التواجد معنا أستاذ يزيد النفيعي. الله يسعدك، شكرا لك.